العام هذا تم استحداث أو اعتماد قرار مهم جدا بالنسبة لسكان مدينة أم البواقي، وهو التحديث الكلي للمدينة، يعني الباساج بير فول افتتياش كونسيرنون لو شيف ليو دو لا ولايه. تقوم فرقنا التجارية وتعمل جاهدا على التقرب من المواطن، وذلك بوضع نقاط جوارية متنقلة عبر الولاية، وذلك لترويج بخدمات اتصالات الجزائر وإعلام المواطنين بتزويد الحي بتقنية الألياف البصرية.